الاجراءات الزياده العدديه ثم الانطلاق السريع من رؤوس الحربة او اللعيبه الاخرين في نص الملعب زي ما بيحصل كده مع كل وقت فعلا كل وقت والتقدم حلو لكن هذه هي الاستراتيجيه لسه بحكيتوا عليها اعزائي المشاهدين وبقول لحضراتكم ان هذه الاستراتيجيه هي تعتمد على التكتل في نص الملعب وتبادل الكرات ثم الانطلاق السريع في التكتل الهجومي عن طريق قلت بالظبط كده المهاجمين واللعيبه المنطلقين من نص الملعب هذه المره المنطلق من نص الملعب للامام هو اللاعب مايكل انطلق وعدى ودخل جوه منطقه الجزاء واستلم الكوره وحط في الجول الفاضي يا لكن هذا هو اللاعب صاحب الفضل في هذه الكوره لا يمنع القدر قبل وقوعه طبعا المشكله مش هيمنع القدر يعني هيمنع طبعا مشكله تحصل بين اللاعبين ودي كورنر قلنا حضراتكم المباراه ما لهاش توقعات بعيده تماما عن التوقعات ديوغو كورنر يجيبوا هدف الثالث في هذه البطوله في هذا الاول في هذا اللقاء والتعادل لمنتخب الاوروغواي يا 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 الهدف في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 49 بالنسبه للمباراه لكن طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان اللعبه توقف ادي دوني بس دوني اخطا خطا قاتل قلنا لك ان انت ضد المباراه ليه الخطا ده؟ تعالوا بص كده للعبه دي حارس المرمى حتى مدرب الحراس اول ما يمرنه يقول له اول تعليم بالكرات الارضيه مايكل مايكل على الارضيه مش ممكن مش ممكن يا ايه ده ايه الماتش ده ايه الماتش ده ايه الماتش ده وايه المتعه دي الارضيه من مايكل مره اخرى يقول مايكل نحن هنا مره اخرى يقول مايكل نحن هنا احنا بنلعب الكرات الارضيه ونسجل الاهداف ويلعب كره عرضيه تعدي من الدفاع الاوروغواي لكن في مشكله في دفاع الاوروغواي في مشكله يا جماعه في دفاع الاوروغواي كل كره عرضيه في داخل منطقه الجزاء بتعمل مشكله لدفاع الاوروغواي وخوليو باتيستا يتقدم بالهدف الثاني للبرازيل في غضب من السيقان البرازيليه والاوروغوانيه ويزيد خوليو باتيستا ناجح كلام المنتخب البرازيلي في تنفيذ التكتيك اللي بيلعب بيه كارلوس جوندا هنا بقى مش مهم الاداء وجمال الاداء بالنسبه لكارلوس جوندا المهم الصعود للنهائي وادي كوره عرضيه هتلعب من منتخب الاوروغواي يا 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 قول لحضراتكم قول لحضراتكم منتخب الاوروغواني لا يستهان بيه لسه بقول كارلوس جوندا محرص لعبته جدا من المباراه دي واتلسع كتير قوي من منتخب الاوروغواي وهو لاعب خسر مباراه وما كملش الكلمه وبعدها بدقيقه واحده يتعادل منتخب الاوروغواي يا بس الحقيقه منتخب الاوروغواي هو اللي عنده العزم والتصميم في الشوط الثاني وادي سباستيان ايفرو وحط الكوره جت في القايل ودخلت المرمى وكمل معاها دوني بص دوني بيكافح على كل كوره بس دوني في الاخر جت في الكوره وكملت طريقها للمرمى البرازيل ورودينيو الهداف رودينيو رودينيو ضرب الترجيح الاولى هنسميها ضربة جزاء بقى لأنها ركلة ترجيح. رودينيو الكرة الأولانية. حط فابيان كريم في ناحية ويسجل الهدف الأول. أنا بقول مهزوز ومشدود. حاطط إيده في وسطه ومهزوز ومشدود. وان يحط الهدف الثاني للبرازيل. وان واثنين بس لسه الثانية للأوروغواي جناحات ازاي في المرمى وبيحط الهدف الأولاني للأوروغواي جيلبرتو سيلفا سيلفا وحط الهدف الثاني إذا الأمور في يد البرازيليين الآن جيلبرتو سيلفا هذا الاسم التسديد إغناسيو وحط الهدف الثاني في على البرازيل أفونسو وحط من القايم قول لحضراتكم ترد من القايم